الله الرحمن الرحيم. شكرا زميلي محمد بن بريك. مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، اسعد الله صباحكم بكل خير مع انطلاقه هذا الشوط، الشوط الاول الرئيسي الخاص بالزمول في منافسات الكبار في يوم الختام لهذا السباق المحلي الرابع. ننطلق مع تحديات الكبار. انطلق قبل لحظات الشوط الأول الرئيسي الخاص بالزمول. نتابع هذه الانطلاقة، نتابع هذه الأسماء المشاركة والمتواجدة على أرضية ميدان الشحانية. متابعين الكرام، أسير إلى البداية وتابع الصدارة ومقدمة الشوط هنا مع الباز سعيد بن محمد بن سعيد المري هنا مع أول المراكز وثاني المراكز يصل براك سعود بن سلطان بن مبارك آل سند الهاجري القادم والمنطلق مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء هنا يتواجد محذر وحذاري من محذر القادم والمنطلق مع ثالث المراكز. الله يا محذر صاحب هذا الشوط هنا من يتواجد مع ثالث المراكز جار الله بن عبد الله بن جار الله بن ذروه المري هنا يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء مشاهدينا الكرام متابعينا، وصول في هذه اللحظات من شاهين محمد بن طالب بن هادي بن هليل هنا القادم مع شاهين مع رابع المراكز. وخامس الأسماء يتواجد سمران سعيد بن حمد بن سعيد الجربوعي المري. خمسة أسماء، خمسة شعارات مشاهدينا الكرام منطلقة في هذا التحدي، في هذه المنافسة، في تحديات الزمول في سن الكبار. الله 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 على هذه الأسماء. ولكن أعود إلى الباز هناك مع البداية والصدارة. سعيد بن محمد بن سعيد آل بريص المري هناك من يقدم الباز. ركز يا بن حلفان هناك مع البداية والصدارة وانطلاقة الباز على البداية. ثاني المراكز وتابع الانطلاق هناك والتحدي هناك أيضا يواصل هذا العطاء وأيضا ينطلق مع ثاني المراكز براق سعود بن سلطان بن مبارك السند الهاجري هناك في ثاني المراكز. انطلاق ثنائي مشاهدينا الكرام ما بين الباز وبراك هناك انفردا عن بقية المراكز. الله على هذا الأداء وهذا الانطلاق. ثالث الأسماء وتابع محذر هنا يتابع الموقف، يتابع المراكز الأولى هنا قادم مع ثالث المراكز جار الله بن عبد الله بن جار الله بن ذروة. ركز يا بن ذروة مع هذا الأداء وهذا الانطلاق هنا مع محذر. رابع الأسماء يتواجد مشاهدينا الكرام زوربا هنا القادم عبد الرحمن بن راشد بن محسن بن حمد بن عبدان هنا ينطلق مع رابع المراكز. خامس الأسماء يتواجد مشاهدينا الكرام وصل في هذه اللحظات هنا القادم مع خامس المراكز إسعاف طالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني هنا يتواجد مع إسعاف خامسا في ختام هذا النداء. مشاهدينا الكرام نداءنا الثاني لمراكزنا المتقدمة. أعود إلى البداية أعود. الله يا بن حلفان هناك مع الصدارة مع انطلاقة الباز على مقدمة الشوط سعيد بن محمد بن سعيد آل بريص المري ينطلق مع البداية والصدارة. براق هناك يلاحق الباز يتابع أيضا هذا الأداء، يتابع الانطلاق هناك مع ثاني المراكز سعود بن سلطان بن مبارك آل سند الهاجري. ثالث الأسماء حذاري من محذر صاحب هذا الشوط هنا يعود ينطلق في ثالث المراكز. يتواجد شعار بن ذروه هنا مع محذر جار الله بن عبد الله بن ذروه المري القادم مع ثالث المراكز. رابع الاسماء يصل زوربا عبد الرحمن بن راشد بن محسن بن عبدان
هنا قادم مشاهدينا الكرام مع رابع المراكز خامس الأسماء. هنا وصول من إسعاف طالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني. انتصفت المسافة مع الشوط الرئيسي، الشوط الأول الخاص بالزمول بفحول المستقبل بنوك الإنتاج. هنا مع هذا الانطلاق في انطلاقة ميدان الشحانية في منافسات قوية تجمع هذه الشعارات بهذا الحضور الكبير والغفير. الله الله على القادم في هذه اللحظات. أتابع الأسماء، أتابع الشعارات قادمة، ولكن أعود مع الباز. الباز هناك بالحلفان يعلن أيضا المغادرة، يعلن هذا التواجد والانطلاق على البداية. سعيد بن محمد بن سعيد آل بريص المري هناك مع الباز على مقدمة الشوط ثاني المراكز. أتابع أتابع براق هنا مع ثاني المراكز، سعود بن سلطان بن مبارك آل سند الهاجي، ولكن محذر محذر قادم، حذاري بن محذر جار الله بن عبد الله بن ذروه المري هنا ينطلق مع ثالث المراكز. ولكن زوربا قادم في هذه اللحظات، دير بالك هنا الانطلاق القادم والمنافسه القويه. قادم زوربا عبد الرحمن بن راشد بن محسن بن عبدان هنا قادم مع رابع المراكز خامس الأسماء. يتواجد إسعاف طالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني. خمسة أسماء متابعين الكرام، خلاص بدأنا بالاقتراب، بدأنا بالانعطاف مع الشوط الرئيسي، مع الشوط الأول. الله يا بن حلفان هناك في استراحة المحارب مع الباز على مقدمة الشوط. هناك سعيد بن محمد بن سعيد آل بريص المري ينطلق مع البداية مع الباز، ولكن ركز ركز وتابع. براق قادم هنا في ثاني المراكز. سعود بن سلطان بن مبارك السند الهاجري قادم لا محالة براق مع ثاني المراكز، ولكن محذر محذر وجار الله بن عبد الله بن ذروة. زوربا هنا يهدد يهدد ويشكل هذه الخطورة. الله عبد الرحمن بن راشد بن محسن بن عبدان وصلت الأسماء. وأتابعون القادم مشاهدين الكرام، وأول نداء للباز تركي بن سعيد بن تركي آل محيح المري هنا قادم مع الباز وصلت الأسماء. ولكن أعود مع بن حلفان هناك على مقدمة الشوط مع الباز هناك. خلاص 1200 ما تبقى عن خط النهاية، والباز يعلن المغادرة، يعلن الانطلاق منذ البداية هناك بشعار بن حلفان سعيد بن محمد بن سعيد آل بريص المري. ولكن حذاري محذر قادم محذر قادم صاحب هذا الشوط. هنا ينطلق بن ذروة قادم مع ثاني المراكز، جار الله بن عبد الله بن ذروة المري. قادم مع ثالث المراكز عبد الرحمن بن راشد بن محسن بن عبدان. الله يا الزمول، طارن الزمول طارن الزمول، ولكن يصل الباز تركي بن سعيد بن تركي آل محيح المري. الله الله أحد الأسماء اللامعة، أحد الأسماء القوية يصل في هذه اللحظات، ولكن محذر. الله 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 وصل الباز، وصل آل محيح هنا القادم مع ثاني المراكز بإنجازاته بانطلاقاته بانطلاقاته. ثلاث سيارات في رصيده. الله يا محذر محذر، والباز الباز ومحذر، انطلقت الزمول. الله 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 اللحظات الأخيرة، ولكن الباز الباز أعلن أعلن هذا التواجد، أعلن هذا الانطلاق وهذا الانتصار بإنجازاته بانطلاقاته القوية. الله اللي ما له ماضي. الله يا المحيح هنا مع هذا الأداء، مع انطلاقة الباز وماركة الباز مع الشوط الرئيسي مع الشوط الأول. تهانينا والناموس لتركي بن سعيد بن تركي آل محيح المري على هذا الفوز، على انتصار الباز، انتزاع الشوط الرئيسي هنا مع لحظات الوصول. تهانينا والناموس لتركي بن سعيد بن تركي آل محيح المري على هذا الفوز.
والانتصار. ثاني المراكز وصل محذر جار الله بن عبد الله بن جار الله بن ذروة المري، وثالثا كان الوصول مشاهدينا الكرام من خطام سعيد بن عجيان بن حمد بن صالح، سعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبدة، ورابعا كان التواجد وصل في رابع المراكز زوربا عبد الرحمن بن راشد بن محسن بن حمد بن عبدان، وخامسا كان التواجد مشاهدينا الكرام وصل بارود لصالح بن فرج بن حسين أبي السيقان المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام. تابعنا شوط أيضا قوي حمل لنا الندية والإثارة والانطلاق القوي في منافسات الزمول في تحديات الكبار. تابعنا أيضا محذر والباز أيضا في هذا الانطلاق، كان أيضا الباز صاحب هذا الناموس. نهني مالك على هذا الفوز والانتصار. نعود بالتوقيت الزمني 9:44 خمس اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك الباز تركي بن سعيد بتركي ال بحيح المري. ثانيا وصل محذر ايضا ما قصر، محذر ب 9:46 اربع اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لجار الله بن عبد الله بن جار الله بن ذروه المري. ثالثا كان الوصول مشاهدينا الكرام وصل في ثالث المراكز مشاهدينا الكرام خطام بتوقيت 9:53 وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبد. تهانينا والناموس.